طب والعيال بقى اخبارهم ايه؟ العيال عيالك طبعا بقى ما يعرفوش اللي انا بقوله ده انت بقى بتعمل معاهم ايه عشان يتخطوا لا العيال بقى وديتهم دلوقتي، المدرسة دي؟ لا طبعا يعني اكيد. الحمد لله ايه، يعني حاولت بقى ان انا اعوض اللي انا ما عملتوش، وديتهم مدارس طبعا الحمد لله ربنا قدرني وديتهم مدارس كويسه، بس كل ما بروح المدرسه عندهم بفتكر بقى الماضي الاليم. يعني طبعا في فرق كبير بين المدرستين، بين المدرسين. يعني انا كان عندنا استاذ اسمه مثلا كان استاذ جوافه، ده كان والله العظيم هم عندهم بقى حاجات جميله خالص، يعني الموضوع مختلف تماما. يعني وبتساعدهم بقى ولا طبعا يعني في ولا ايه اساعدهم ازاي؟ انت منين اكيد مش فاهم حاجه من اللي هم منين بيدرسوه؟ يعني؟ انا نفسي ببص كده لا بقول يا امهم، ذاكر لوحدك ليه؟ ده واعتمد على نفسك. لما انا بعمل فيها الفيلم ده ما لو انا عامل مش نفسي عارفه كل هساعدك انا حاجه. اصلا مش عارف، في نفسي اساعده ومش عارف، انا فاهم؟ بعمل نفسي في الاول كده اقول له انت عايز ده اسهل حاجه، اقعد ذاكر لوحدك اعتمد على نفسك زيي. لازم الفيلم ده يتعمل. طبعا هنعمل ايه؟ ما لا نقدرش بس هي نديلهم، مامتهم بقى اللي هي اللي بتذاكر لهم. طبعا هي الحمد لله متعلمة. الحمد لله. انا عندي برضو، انا عندي برضو في البيت مجدي هو اللي متعلم. مجدي متعلم. الحمد لله، دايما يبقى فلازم لازم يكون حد في فرد متعلم. متعلمة والتانية فاصلة عشان الدنيا تظبط مع بعض. ما هو لازم. كاتبين ان انت كنت بتلعب كرة طايرة وتشارك بطولات منتخب طب ايه بقى، بطلت رياضة ولا ايه؟ بطلت تلعب؟ بطلت؟ لا مش بطلت رياضة، عامة أنا بلعب رياضة وبحب رياضة، عمري ما بطلها في حياتي، تمام؟ بس الرياضة العادية دلوقتي، يعني بروح الجيم وبجري وبتاع بعوم. لكن زمان كنت وصلت لمرحله كبيره قوي في الرياضه، ان انا كنت بلعب كره طايره، ووصلت ان انا كنت في منتخب مصر وشاركت في بطولات عالم وبتاع، وكنت كابتن فريق منتخب مصر. ولا كنت يعني برافو، كنت حاجه مهمه طب يعني. ازاي بطلت ليه؟ بطلت يا ستي لانه كنت يعني الفولي بول كان حياتي كلها، ما بعملش حاجه غير ان انا بروح اتمرن، وبنعسكر في المعسكرات اللي بتبقى قبل البطولات ممكن نقعد سنه معسكرين فيها، وكنت باخد مثلا زمان يعني كان 300 جنيه في الشهر، وموضوع كان مختلف تماما يعني. رحت متجه للفن بقى. لا يعني قلت هنلعب بطولة عالم وارجع من بطولة العالم اكيد هاخد مكافأة كبيرة جدا، فبعد كده بقى هحترف بره. فرجعت بقى. الحمد لله ربنا كرمني، خدت 1000 جنيه في بطولة عالم، فمن ساعتها قررت ان انا هبطل الرياضة دي طب بس بصراحة. 1000 جنيه يمكن وقتها كانوا يعني مش للدرجة، دلوقتي الرياضة دي بقت كويس، بقى فيها فلوس، فيها ناس بتحترف بره زي محمد صلاح وبتاع، أيوه. ناس كويسة، ولكن زمان الوقت ده ما كانش مجدية، ما كانش فيه الموجود ده، فكان لازم ابطل بصراحة. أيوه. كانوا يعني يا ريت كنا لعبنا حاجة تانية، بس تمام الحمد لله. طيب نقطة التحول بقى اللي في حياتك، انا عرفت ان انت كنت قاعد في حتة كده ورحت قلدت طارق نور، فراح قال لك تعالى تعالى هنا، ايه اللي حصل؟ لا انا كنت بعمل اعلان عند طارق نور مرة، وبعدين وانا بسجل الصوت بتاع الاعلان، اللي كان اعلان عربية يعني، فوانا بسجل الصوت فقلدت طارق نور، وانا ما كنتش واخد بالي ان طارق نور بهزار يعني، ما قالولكش قلده؟ لا خالص. انا لقيت نفسي قاعد فطارق نور قاعد في المبنى بتاع طارق نور، فاهمه؟ فما اعرفش ايه اللي جاب السيره يعني، جاب في ودني الموضوع يعني، فوانا قاعد رحت مقلده، وهو كان واقف بره وانا مش واخد بالي، وانا ما اعرفش شكل طارق نور يعني. طول عمرنا بنشوف طارق نور اللي هو الوش الاسود اللي نصين ده، النص أيوة. وش ونص لا وبتاع، فما اعرفش، فانا واقف بقلده وبتاع، فلقيت نفسي وانا سرحان بقلده، ايوه الحر الله وتلاجت ايدي الله الله الله. فطبعا هو كان واقف، لقيت واحد واقف مسخسخ، هو فبقول له هو مين الباشمهندس؟ قال لي الباشمهندس ايه ده؟ طارق نور بجلاله. طارق نور. فما فشفته طبعا، فقلت له انا اسف ومصحف مقصدي، بس انا بحبك قوي بتاع، قعد يضحك طبعا، قال لي ده تعالى وبتاع. من ساعتها بقى واحنا ابتديت بقى ادخل الموضوع ده باحترافيه اكتر شويه، لما ابتديت عملت برامج يعني.